هنا حقا لإحياء هذاك النقاش المجتمعي اللي كان حول إيقاف الطب للحمل، خاصة بعد وفاة هذه الطفلة مريم ميبلت والتي تبلغ من العمر 14 سنة والتي تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل وإجهاض نتج عنه وفاة الطفلة. هو في الحقيقة التصريح ديال السيدة وزيرة التضامن هو من الأسباب لانعقاد هذه الندوة الصحفية من طرف تحالف ربيع الكرامة، بحيث أن التصريح السيدة وزيرة التضامن بالبرلمان لم يكن موفقا نهائيا، وانه يعني يفيد على ان ما كاينش تتبع لهذا الملف ديال الايقاف الطبي للحمل. الايقاف الطبي للحمل موضوع اللي اشتغل عليه تحالف ربيع الكرامه منذ تاسيسه، وكذلك اشتغلت عليه الحركه النسائيه منذ عشرات السنوات، بحيث ان هذا الموضوع لا علاقه له لا من قريب ولا من بعيد بالشريعه الاسلاميه، ويتعين عدم اقحام هذا المقدس في هذا الموضوع، بدليل ان العديد من الدول المجاوره وهي دول عربيه واسلاميه ودول ديال شمال افريقيا التي يعني تسمح بالإجهاض وحتى في مستشفيات عمومية. كذلك السيدة وزيرة التضامن صرحت على أن هذا الموضوع هو بيد لجنة عليا. أنا أقول على أن تصريحها متجاوز جدا، وبأنه متأخر، وأن اللجنة العليا أنهت مهمها، وأن هذه اللجنة فعلا كلفت في إطار تحكيم ملكي، وأن عقدت مشاورات وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، الأوقاف الشؤون الإسلامية، وكذلك المجلس الوطني حقوق الإنسان عقد مشاورات مع كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع، وأن خلص إلى السماح بالإجهاض في حالات محددة، حالة الإجهاض، حالة ما يسمى بزين المحارم، حالة اللي كتكون الأم مصابة بمرض عقلي، حالة ديال التشوهات الخلقية والأمراض الجينية ديال الجنين، بالإضافة للحالة اللي كيكون فيها الحمل كيشكل خطر على الصحة ديال الأم ولا على الحياة ديالها. إذن هو أنهات العمل ديالها، وكانت تعليمات ملكية باش هذه الحالة تصرف في إطار القانون، فوزارة العدل ارتأت أن تقوم بتصريف ذلك في إطار القانون الجنائي. نحن نقول على أن موضوع ديال ما يسمى بالإجهاض في القانون الجنائي لا علاقة له بالقانون الجنائي، لأن حتى المفهوم ديال القانون الجنائي كيخصو القانون الجنائي يتدخل عندما يكون هذا الإجهاض قسريا يعني تفرض على المرأة، أو كان غير آمن، أو كان غير طبي. أما الإيقاف الطبي للحمل مجاله هو مدونة للصحة. ندوة صحفية تدات باش نذكروا، أولا باش نذكروا بالمطالب ديالنا بخصوص موضوع الإجهاض، مساهمة في النقاش العمومي اللي كاين حاليا، وهذه المطالب اللي كنا تقدمنا بها في عدة مرات، وخاصة في المذكرة اللي تقدمنا بها في 2015 اللجنة اللي كانت بعد التحكيم الملكي، واللي كانت فيها وزارة العدل، وزارة الأوقاف، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللي خدات كلها هي اللي خدات المقترحات نتاع المجتمع اللي جاية من المجتمع المدني، وخرجت من بعد داكشي كانت ردات النتائج اللجنة، ومن بعد النتائج الوزارة كانت قدمت مقترح الحكومة في آنذاك من خلال وزارة العدل، كان تقدموا مقترح تعديل للقانون الجنائي، هو مشروع قانون 10-16 اللي كان واحد الجانب منه مهم تيخص الإجهاض، ولكن هذا القانون كان في الحقيقة واحد ثلاثة الحالات اللي ما رجعش لها، اللي كانت تهم الإجهاض يمكن له يكون في واحد ثلاثة الحالات، ولكن كان جد مقتضب، جد صعيب باش توصل ليه. كذلك المسؤولين كمثال على ذلك وزارة التضامن والأسرة.